سمعت الشيخ، توجد طرق جينية لتحديد جنس الجنين، فما حكم ذلك في الشرع؟ لو وكل هذا الأمر إلى الناس لا تمادى الناس في غجهم، منهم من يكرهون الإناث ولا يريدون أن تكون لهم بنات، وقد يوجد الأمر بخلاف ذلك من بعض الناس، وفي هذه الحالة يؤدي الأمر إلى عدم التواؤم في هذه الحياة، وعدم التعادل في نسبة الذكور والإناث في المجتمعات البشرية. فليترك الأمر للقدر الإلهي، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما.